سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. السلام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم سياسات الصحة الذي يعنى بالسياسات الصحية في تونس. اليوم باش نحكيوا على القروان، اليوم باش نحاولوا نقضوا من مشاكل الصحية في ولاية القيروان. وضيفنا مدير المستشفى الجهوي ابن الجزار، مستشفى الجامعي ابن الجزار، محمد علي حمدي. سعداء باستقباله معنا. صباح النور ومرحبا بك. صباح النور ومرحبا بك بجميع مستمعي ذات الحياة. شكرا سي محمد علي على تلبية الدعوة. مرحبا بكم. نبداو باخر الاخبار الآنية. توا في زيارة ميدانية واستعجالية للأقسام أو كافة مصالح المستشفى، زيارة تفقدية مع معناها قمنا بزيارة تفقدية لمختلف مصالح المستشفى تحت شرف السيد المدير الجهوي للصحة الدكتور محمد رويس، تطبيق لتعليمات السيد وزير الصحة بالمراقبة اللصيقة والمتابعة الدقيقة لجميع مشاغل المرضى ولجميع مشاغل العاملين بالقطاع، خاصة خلال الفترة هذه متاع نهاية الأسبوع ومناسبة عطلة عيد الثورة المباركة. نقلنا معناها مختلف الأقسام وخاصة قسم الاستعجالي، وعينا معناها سير العمل به ظروف معناها قبول المرضى في هذا القسم، ومحاولة معناها تخفيف الاكتظاظ داخل هذا القسم، قصد معناها توفير قسم الاستعجالي خاصة التركيز على القسم الاستعجالي في غياب معناها العيادات الخارجية. يقع قبول معناها أعداد كبيرة من المرضى، كما تعرفوا معناها مستشفى الجامعي ابن الجزار بالقروان فيه أربع أقسام استعجالي: الاستعجالي الطبي بابن الجزار، استعجالي طب الأطفال، استعجالي قسم أمراض النساء والتوليد، والاستعجال الجراحي بالأغالبة. على سبيل الذكر عندنا معناها استعجالي طب الأطفال معناها تفوق الأحصيات نتاعو قبول 50,000 معناها حالة سنويا، معناها في الظروف العادية بالظرف نتاع الكورونا. يعني العمل الكبير اللي قاعدة تقوم به المصالح هذه لابد ليه معناها من مراقبة لصيقة، قصد معناها السهر على حسن ظروف قبول المرضى، وقصد معناها التشجيع وتحفيز معناها العاملين بهذه الأقسام على موصلة العمل. العيادات الكل رجعت تخدم بعد الكورونا؟ والله الحمد لله، يعني نحن طوع عنا تقريبا معناها 3 أشهر معناها منذ شهر أكتوبر تقريبا ما تجاوز عدد المقيمين في قسم الكوفيد 3 مرضى. اليوم عنا 2 مرضى فقط مقيمين، تقريبا معناها لمدة 60 يوم حتى مقاع قبول حتى مريض في مستوى أقسام الإنعاش معناها تبعا لتعكر حالته معناها بالكورونا. هذا وضع وبائي مطمئن ومطمئن جدا، لكن ما ننساوش معناها هذا، نوجه نداء لجميع الأهالي ونوجه نداء لجميع الناس للحرص على الحصول معناها خاصة على الجرعة الثالثة اللي هي حسب منظمة الصحة العالمية معناها واقي كبير من النسخة الجديدة معناها من المتحور الجديد، مثل هي معناها الواقي الوحيد والواقي الكبير ياسر معناها من المتحور الجديد لوميكرون. إن شاء الله يا ربي معناها إذا كان الناس كلها معناها امتثلت للنداء هذا، وإذا كان الناس كلها جاوبت مع النداء هذا، نكونوا في مأمن من التقلبات، وخاصة أنه معناها تقريبا سريع الانتشار أكثر 30 مرة من النسخة القديمة دلتا. حاليا الوضع الوبائي مستقر، وضع مطمئن، لكن هذا ما يخفيش يلزمنا معناها فهمتني ولا لا. مرضى مقيمين في أقسام تو اليوم عندنا 2 مقيمين فقط. مدة قلت لك كما قلت لك المدة 3 أشهر على الإنعاش نحكي، بالنسبة للإنعاش لا ما عندناش حتى مقيم. الزوز مقيمين في قسم الكوفيد ابن الجزار. الاستعدادات حثيثة لمواجهة أي موجة محتملة. طيب حديث على موجة 5، بدينا في موجة 5 بحكم البارح. والله حاليا المؤشرات ما تعطيش معناها حتى تنبيه يذكر، فهمتني كما قلت لك معناها عندنا 3 أشهر تقريبا عدد المرضى ما فاقش 2-3، ما ثماش تعكرات صحية لاستوجبت إحالتهم الأقسام الإنعاش. الوضع الوبائي مطمئن، لكن هذا معناها ما يمنعش أن قمنا معناها باستعدادات حثيثة، تمثل في عندنا تجهيز جناح بالقبة 15 سرير جديد معناها مش يعاضدوا معناها مجهود الاستعجالي لفرز وتوجيه المرضى كزون تمبون جديدة، وقاعة تجهيزها بالأكسجين.
مش نجندوا لها معناها ما يكفي من الممرضين قصد معناها تسهيل قبول المرضى في صورة خفوا الضغط على قسم الاستعجال وهذا معناها الجديد معناها باش معناها قسم الاستعجالي زاد يتمكن من قبول المرضى نتاعو معناها في ظروف اكثر اريحيه من الموجه اللي فاتت لانه معناها كما تعرف معناها الموجه اللي فاتت وقع معناها تقريبا تجميد النشاط المبرمج يعني التوت اكتيفيتي بروجراميه معناها وقع تجميدها تقريبا معناها 2020-2021 استأنفنا معناها كان في تقريبا في سبتمبر يعني, يعني المرضى اللي يبدأوا في الاستعجالي ويصير الضغط فما مرضى حالتهم معناها إن شاء الله 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 خلال الموجة هذه يلي إن شاء الله تكون الاستعدادات أكثر منظمة أكثر وإن شاء الله يلقاو معناها ظروف أكثر إريحية في قبول المرضى العاديين. نحن ما عندناش مشكلة كبيرة في القروان بحكم معنا الاستعجال الجراحي نتاع الغالبة ديما محلول فئة المرضى ضحايا الحوادث وضحايا العنف والجرحى وما يختلطوش معناها بالمرضى نتاع الكورونا. الممر نتاع فرز المرضى موجود في مستوى استعجالي ابن الجزار مع ال 15 سرير جديد اللي موجودين في القبه باش يعاضوا معناها مجهود الاستعجالي معناها في فرز يبدا في والله ان شاء الله على حسب ما اقرته معناها خليه الازمه اللي اجتمعت امس معناها بالمستشفى تحت رئاسه الدكتور خليل بن صالح وبالتنسيق معناها مع اطباء الاستعجالي والاطباء المشرفين معناها على اقسام الكوفيد ان شاء الله نحن قاعدين نهيئوا فيه باش نتلقى 3 جانفي ان شاء الله معناها القسم هذا اللي المنطقه التماسي هذه اللي مش هو قسم مستقل معناها هو قسم مستقل مش يشرف عليه طب الامراض التعفنيه للميديسان دي مالادي انفكسيوز وهو مش يشكل في حد ذاته نواه لقسم جديد ان شاء الله ينطلق في القريوان اللي هو قسم الامراض التعفنيه سيرفيس دي مالادي انفكسيوز ان شاء الله معناها عندنا سوس طب معناها مساعدين استشفيين جامعين في الاختصاص هذا ان شاء الله معناها تكون هذه نواة هو مش يشتغل معناها خلال الفترة متاع الكوفيد كقسم للفرز ومراقبة حالة المرضى اللي يجيوا مشتبه بهم معناها الاستعجالي وبعد نهاية الفترة مش يكون معناها نواة أولى لقسم أمراض تعفنية ان شاء الله معناها يعاضد معناها مجهودات الاطباء في ولايه القروان لمتابعه الوضع الصحي بالجهه. يولي معناها يتكفل بالمرضى اللي يعانيون يتكفل بالمرضى اللي يعانيون من الامراض التعفنيه معناها يعطيك الصحه يعطيك الصحه هذه معناها نوعيه المرضى اللي مش يتكفل بها بعد نهايه الكورونا ان شاء الله باذن الله. حاليا كما قلت انت الوضع الوبائي مستقر الوضع الوبائي لازمنا نستعد على خاطر بوادر موجه خامسه لكورونا بدات هي الموجه الخامسه بدات على المستوى العالمي بارقام معناها تخوف شوي. بالنسبه لنا نحن معناها الوضع الداخلي مازال مطمئن مازال مستقر ونحن ماناش معناها في منأى على الموجات هذه معناها الموقع نتاع بلادنا معناها الموقع الجغرافي نتاع بلادنا. انا نحكي بوادر موجه خمسه سي محمد علي بدات حتى في تونس خاطر بين الاول امس واليوم فما ارتفاع في عدد الاصابات فما ارتفاع كبير من 2 فاصل تحاليل ايجابيه 2.24 تقريبا الى 5.75 يعني فما ارتفاع نسق الاصابات بكورونا في تونس. بي موضوع ان شاء الله ديما نبقى بعاد على النسخه الجديده لوميكرون ان شاء الله معناها نبقى ديما بعاد على النوعيه الجديده ان شاء الله ربي يحمي بلادنا وان شاء الله ديما نبقى بعاد على واضح. مشكل آلة السكانير في المستشفى متعطله آلة السكانير قروين من غير آلة السكانير حاليا بالحق للاسف فسرنا شنو اللي صار علاش التعطل هذايا وشنو باش تعمل والله للاسف معناها منذ معناها 5 ايام وقع معناها هو مش عطب وانما فهمتني نتيجه معناها نفاذ التيب معناها اللي هي معناها تحمل المخزوز الاشعاعي نتاع السكانير النفاذ نتاع معناها امورتي 100% نتيجه الاستعمال المفرط لهذه الاله خلال خاصه الموجه نتاع الكوفيد ناهيك انه معناها عدد المرضى فقط 70 و80 معناها يوميا معناها على الاله هذه. عمليات التدقيق والمتابعه نتاع المرضى نتاع المصابين بالكوفيد فهمتني نستحقوا فيها ياسر آلة السكانير خدمه تقريبا ال 24 ساعه آلة السكانير نتاعنا الشيء اللي انهكها والشيء اللي انفذ معناها المخزون الاشعاعي نتاعها. تواصلتوا مع وزاره الصحه؟ تواصلنا مع وزاره الصحه مشكورين بارك الله فيهم وتواصلنا مع الشركه المعنيه بمتابعه معناها الصيانه نتاع الاله هذه وان شاء الله معناها الاسبوع القادم عندنا وعد معناها بالحصول على التيب هذه وعمليه التجديد نتاعها. وزاره الصحه مشكورين للخيانه فهمتني ولا الامس برك معناها وقع معناها وعد بدعمنا معناها ماديا قصد معناها الايفاء بوعودنا لخلاص معناها التكلفه نتاع عمليات الصيانه القديمه ولا معناها لقى المستشفى معناها اشكال في خلاصها
في ظرف 24 ساعة، معناها يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. حسب التقريب وقتاش نجم ترجع آلة السكانر؟ بالنسبة لآلة السكانر الجديدة، خاطر نحن عندنا زوز آلات سكانر، بالنسبة لآلة السكانر الجديدة نوع سيمانس هذه إن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع القادم، خلال أيام قليلة إن شاء الله بإذن الله يقع تركيب التيب هذه اللي ونسترجعوا آلة السكانر نتاعنا وترجع تخدم في أحسن الظروف. خلال الأسبوع القادم. بالنسبة لآلة السكانر القديمة اللي هي من نوع فيليبس وتشرف على صيانتها شركة ستيات، خليتهم توا في المستشفى بصدد قيام بعملية صيانة المنظومة الإعلامية لهذه الآلة، وحارسين كل الحرص على إعادة تشغيلها إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله، يا ربي إن شاء الله اليوم يتمكنوا من إعادة تشغيلها. آلة السكانر القديمة تعمل كالسكانر العاديين من غير انجكسيون، آلة السكانر الجديدة تعمل السكانر انجكتي إن شاء الله يا ربي، معناها حتى كتخفيف معناها على عملية معناها قبول المرضى يقع اصلاح على الاقل الاله ديالي اليوم ان شاء الله باذن الله. خلينا تو انا والسيد المدير الجهوي التقنيين التابعين للشركه هذه بصدد عمليه الصيانه وبصدد التدخل. انطلقتوا منذ مده شهر تقريبا في رقمنه اقسام مستشفى ابن الجزار، ووصلتوا في عمليه الرقمنه. نعم، عمليه الرقمنه مشروع معناها استراتيجي كبير معناها تحت اشراف وزاره الصحه، اللي امدتنا تقريبا ما يقارب معناها 70 جهاز اعلاميه و30 اله طابعه، قصد معناها شروع في رقمنه المصالح الاستشفائيه والاداريه بالمستشفى الجامعي ابن الجزار. عمليه الانطلاق ستكون بقسم المخبر. علاش قسم المخبر؟ قسم المخبر لانه معناها تقريبا انطلقت ولا مازال انطلقت عمليه الرقمنه باشراف معناها شركات مختصه، الربط معناها جميع الات التحليل بهذا القسم معناها بالمنظومه الاعلاميه. علاش البدايه بقسم المخبر؟ لانه قسم المخبر تقريبا معناها هو معناها النواه اللي تتلقى معناها التحاليل تقريبا من مختلف الاقسام. يعني عمليه الرقمنه نتاع القسم هذا مش تولي معناها تجبر معناها جميع الاقسام الاخرى ان هي معناها تتعامل، تولي زاده هي زاده تتعامل بالمنظومه الاعلاميه في مستوى الملف الطبي. العمليه هذه من شانها معناها باش تحصر تاخذ برشا وقت، ما تاخذش برشا وقت ان شاء الله. نحن معناها انطلقنا معناها في العمليه نتاع المخبر، من بعد ما تتم معناها العمليه نتاع المخبر سيتم معناها رقمنه قسم الاشعه، وهي عمليه مهمه ياسر لانها معناها مش معناها تربح سبيطار في برشا فلوس، معناها يقع الاستغناء على الافلام والاشرطه معناها اللي كانت معناها متداوله. الشيء معناها مش يقلص معناها في التكلفه نتاع عمليات التصوير، وزياده معناها مش يوفر عمليه ضبط وعمليه معناها تدقيق معناها مهمه ياسر معناها على جميع عمليات مرور المرضى، مش تكون مراقبه من خلال معناها معرف وحيد. المعرف الوحيد معناها اللي مش يتمتع به المريض هذاك اللي هو مش يكون معناها الباسبور نتاعو في قسم الاشعه ولا في قسم المخبر ولا معناها في القسم نتاع الاقامه نتاعو والا في قسم الاستعجالي. فهمتني؟ معناها ليدونتيفيون هذا اللي مش تحصل عليه معناها من الاعلاميه مش يكون هو معناها الوسيله الوحيده نتاعو للتمتع بالخدمات، يعني ما عادش مش تكون حتى عمليه ورقيه ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل. الشيء زياده اللي مش يمكن زياده من ضبط الموارد نتاع المستشفى وتحسينها باعتبار معناها فهمتني ولا معناها تجاوزك العمليات اللي قد تكون في بعض الاحيان اعتباطيه ولا حاجه بتاع عبور مرضى من غير معناها تسجيل. واضحنا. مازلنا مواصلين معكم في برنامج سياسات الصحه بعد الفاصل الغنائي هذا اللي باش نحكيو فيه اكيد على الموارد الماليه لمستشفى ابن الجزار. نبداو او نستأنفوا الحديث، منين وقفت انت الموارد الماليه لمستشفى ابن الجزار وخاصه الوضعيه الصيدلي؟ بعد الترتيحه الموسيقيه خلينا نرتاحوا شويه. نسمعوا اغنيه وبعدك نواصلوا. سياسات الصحة. سياسات الصحة، التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة.
سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. مواصلين معكم في برنامج سياسات الصحة، ضيفنا لليوم محمد علي الحمدي، سيد محمد علي الحمدي مدير مستشفى ابن الجزار. نحكيه على الوضعية في المستشفى، مستشفى ابن الجزار، نحكيه على الوضعية المالية، ذي آخر حاجة حكينا عليها قبل الفاصل، كيفاش الوضعية المالية الآن في مستشفى ابن الجزار سي محمد علي، خاصة بعد الفترة متاع الكورونا اللي هي أكيد كانت عندها تأثير وأعباء مالية على المستشفى. شكرا، يعطيك الصحة على التعريش هذايا لي. بالفعل يعني الفترة متاع تحمل معناها فهمتني الموجات الوبائية المتالية لجائحة كورونا انهكت تقريبا جميع معناها مصالح المستشفى، ناهيك انه معناها اعداد المرضى اللي وقعت تكفل بها في المستشفى الجامعي ابن الجزار منذ انطلاق الجائحة في مارس 2020 وإلى غاية تقريبا شهر أوت 2021 نهزت العدد هذه 4000 مريض، منها 1000 مريض وقع قبولهم من صالح المستشفى الميداني، تقريبا ما يزيد عن 600 مريض وقع التكفل بهم في أقسام الأنعاش. وتعرفوا التكلفة الباهظة والمرتفعة ياسر للمرضى اللي يقع التكفل بهم في أقسام الأنعاش، كما عرجنا بكري يعني قداش كانت تكلفة الكوفيد التكلفة على المستشفى؟ التكلفة الإجمالية التقديرية اللي وقع حصرها بالتعاون مع مصالح الإدارة العامة للهيكل الصحية بوزارة الصحة، التكلفة فاقت 6 مليون دينار. التكلفة هذه فاقت 6 مليون دينار ما بين أدوية وما بين استغلال مواد المخبرية وما بين معناها معاليم تصوير بالأشعة وما بين معناها مختلف الأكسسوارات الطبية ومختلف وسائل الحماية اللي وقع استغلالها معناها خلال الأزمة هذه. هذه ديون 6 ملايين. والله 6 مليون دينار ديون مديونية للمستشفى، وفيها جزء كبير زاد معناها تقريبا ينهز المليار معناها للأكسجين. الحمد لله معناها ديما معناها المصالح متاع الإدارة العامة للهيكل الصحي بوزارة الصحة تتدخل تاخذ على عاتقها معناها جزء كبير ياسر من الديون هذه وفي مساعدتنا معناها في خلاصها، خاصه فيما يتعلق بالماده الاكسجين اللي هي ماده حياتيه وتكاد تكون هي السلاح المباشر معناها تقريبا معناها لمجابهه كوفيد بارك الله فيهم، ديما يتدخلوا معناها فهمتني ولا ينقذوا الموقف معناها ويتحملوا معناها يتحملوا تقريبا معناها يتحملوا 80% ولا 90% من المصاريف هذه، قصد معناها دعم الشركات هذه على موصلة تزويد المستشفى به المادة الحيوية، لكن هذا ما يمنعش تأثير واجبهم اكيد يعطيهم الصحة الناس كلها، هذا ما يمنعش معناها تأثير ومخلفات السلبية له الأزمة هذه لي في مستوى معناها مخزون الأدوية، في مستوى معناها حتى وضعية الصيدلية السير العادي. والله وضعية الصيدلية نحن معناها عن أدوية ناقصة في صيدلية الأدوية ناقصة لعديد الأسباب الأدوية ناقصة كما تعرف معناها الاهتمام العالمي متاع المخابر معناها بأعداد التلقيح لمجابهة الجائحة، هالمتغيرات معناها في النسخ متاع الفيروس تخلي معناها انشغال عالمي تقريبا معناها بمجابهة الجائحة نظرا للتأثيرات الاقتصادية السلبية الكبيرة متاعها. يعني مش الأمر معناها مش يقتصر معناها على بلادنا ولا على ولايتنا، الأمر معناها حتى على المستوى قداش عندنا من نوع دواء توا ناقص في صيدلية القيروان والمرضى في حاجة. والله شو نقول لك، نحن معناها رانا معناها نحبوا ساعة نتوجه أكبر تحية شكر للخيان في الصيدلية المركزية اللي بالرغم من وضعية الديون المعمقة متاع الصيدلية متاعنا معاهم، عمرهم معناها ما رفضونا وعمرهم ما رجعونا طلبية بناء على الديون، طلبيات ترجع ناقصة إلا بناء على عدم توفر الأدوية هذه. بعض الأدوية متاع الأمراض المزمنة ساعات تتوفر ساعات تنقص، ما ثماش نقص في أدوية حياتية تهم الأنعاش ولا حاجة، ما جاتنيش حتى تشكيات في الأدوية الحياتية تهم مرضى الأنعاش ولا التكفل معناها مرضى القلب ولا حاجة. بعض التشكيات اللي تخص معناها أدوية الأمراض المزمنة ساعات تتوفر ساعات تنقص كما قلت لك،
نظرا معناها الاحتكار الازمه العديد المخابر والعديد العلامات العالميه المعروفه في تصنيع الادويه اللي مركزه معناها خاصه في الفتره هذه نسمع على صناعه معناها ادويه اصلا لمجابهه الكوفيد. ثم معناها مشاريع نتاع ادويه لمجابهه هالجرثومه هذه. اما تتاكد انت لاغلب الادويه موجوده مع الادويه نتاع الامراض المزمنه؟ والله شو نقول لك، اغلب الادويه موجوده على حسب معناها المتابعه اليوميه نتاعنا تقريبا، معناها ثم بعض النقص في ادويه الامراض المزمنه، ثم زاد نقص في بعض الاكسسوارات وخاصه منهم ليغون مفقودين بشكل كبير وماهوش متوفرين معنا في السوق، خاصه معناها نحن اذا كان باش نستعدوا معناها البدايه نتاع الموجه الجديده هذه، ماده معناها عانينا من نقصها حتى خلال الجائحه الفارطه، ماده ليغون هذوما اللي خاصه ليغون القفازات الطبيه المعقمه، خاصه القفازات الطبيه المعقمه نعانيو من نقص فادح فيها، نعانيو من نقص كبير فيها، وإذا كان متوفرش معناها في مستوى الصيدلية المركزية تولي معناها تضطر باش تاخذها من عند مزودين خواص، والمزودين الخواص معناها يشرط عليك معناها خلاصها قبل معناها أثناء عملية كل تزود، يعني ديما المشكل مالي في يولي معناها يشرط عليك تتزود بكميات محدودة، ما يعطيكش كميات كبيرة إذا كان ماهيش موجودة في السوق، يعطيك كميات محدودة ويشرط عليك خلاصها قبل كل عملية تزود. ونحب نشكر زادة بالمناسبة هذه بصراحة مجهودات المجتمع المدني الجبارة ومجهودات جميع الأخيان اللي وقفوا معانا ووفرونا عديد المواد وعديد التجهيزات من الكونسنتراتور من السيباب من الزبت فلو من مواد الحماية والوقاية. المجهود الجبار اللي ريتو معناها شيء يثلج الصدر. معناها يوميا معناها عندي شكون متبرع، يوميا عندي شكون معناها واقفين معانا يمدونا نجم يكون شكر ونداء زاد يمدونا يمدوا فينا معناها تقريبا ويقولوا لي شنو حاجيات شنو يمدوا فينا تقريبا يوميا، معناها حتى معناها مواد التعقيم مواد الجفال معناها يعطيهم الصحه. الازمه معناها تواصلت تقريبا 8 شهور وفي اقصى ظروفها في اقصى حدتها ما تخلاوش علينا، بارك الله فيهم يعطيهم الصح، هذه فرصه للتعريج على مجهوداتهم وعلى مجهودات زاد الاداره الجهويه للصحه زاد اللي كله تتوفر فرصه لمساعدتنا ما يبخلوش علينا بالتدخل الفني وبالتزويدنا بهالمواد هذه. بنك الدم في مستشفى ابن الجزر، مخزون الدم كيفاش؟ عندنا مخزون كافي؟ عندنا مخزون كافي، بنك الدم تحت اشراف الدكتوره سندس الشرطاني، هو جزء من مخبر المستشفى، فهمتني، اخيرا وقع تزويده معناها بثلاجه جديده معناها لتخزين معناها المواد نتاع الدم ومشتقاته. قاعدين نضطروا للحصول على بعض المشتقات النادره من الماده هذيا اللي من بنك الدم سوسو في تعاون معناها نحن معناها بنوك الدم ديما في تعاون، اغلبها تبرعات من الناس. والله هي عمليه معناها الحصول على الدم على اثر تبرع معناها ذاك الحاجه العاديه ذيك معناها هذيك معناها البروتوكول العادي معناها انه يكون ثم متبرعين باش يكون ثم معناها يتوفر معناها مخزون دم. ساعات معناها تقع بعض المشتقات النادره ولا بعض النوعيات النادره، نحن في تعاون مع بنك الدم في سوسه زاد نحب نوجه لهم اكبر تحيه زاد كيف معناها قاعدين نتعاونوا مع بعضنا وقاعدين معناها اذا كان هم يستحقوا نحن نستحق قاعدين معناها نتكاملوا ان شاء الله باذن الله. قد ايه الكميه نتاع المخزون اللي عندك؟ والله كان فما ما عندكش بالارقام فكره بالدقه قداش معناها كما قلت لك تحت اشراف بنك الدم تحت اشراف الدكتوره سندس الشرطاني. واضح. اخر محور باش نختموا به سياسات الصحه لليوم هو الخدمات الصحيه في مستشفى ابن الجزار، برشا انتقادات، خلينا من المشكل البنيه التحتيه ومن مشكل نقص الادويه والمشكل التجهيزات، لكن احيانا فما مشكل في المعامله في الاستقبال. وبالنسبه للبنيه التحتيه ثم معناها والحمد لله اشارات كبيره نسمعوا الناس شنو قالوا رواد المستشفى، المرضى اللي يمشيوا يتعالجوا في مستشفى ابن الجزار. ونعلقوا سي محمد علي. أنا جيت من 7 متاع الصباح، بقينا نستنوا حتى اللي جو هما حلوا 8، والصف طويل وعبيد واكتظاظ، والكراسي ما ثمش، يبقى العبد مريض دايخ واقف كيما عبد كبير ما ينجمش صغير، زحمة ياسر يعني نبقى نستنوا، كي تجي تكلمي واحد يبخسك، ما يعبركش، يقول لك استني ولا برا روحي، تعدي دويات ما ثمش، برا اشري، ما عندوش. يبقى كل شيء مريقل في السبيطار، فهم الدواء، فهم كل شيء، عندي بنتي عاملة العملية من نهار 3، كل شيء مريقل، تبقى مريقل
مرقلين معانا، هالبوابة مش مرقلين. مشاكل السبيطارات نتاعنا كبيرة ياسر، تتمثل في نقص الدوايات، الآلات، الماتريال كل ناقص، وين حتى كي ندخل السبيطار نحس بالتوتر بالرعب حتى من العدوى. شوف لو ساخ في كل بلاصة، في وقتنا كثرة برشا الأمراض والجراثيم، كيف كيف ما تلقاش شكون يتلهى بيك، سواء من الطب أو الإطار الشبه الطبي. الدواء ديما مش موجود، ديما فما نقص، تتلز تشريه بالفلوس، سكانير ديما فاسد، تلقى واحد في السبيطار كامل، كيف كيف ديما معبية السبيطارات، تلزوا المرضى يتعاركوا من الإطار الشبه الطبي. بالنسبة للحالة الصحية عندنا في القروان مزرعة على الأخف وعلى جميع الأصعدة وفي جميع المستشفيات، سواء على مستوى الصوت أو مستوى مستشفيات كبار، أخبار أنه ما تمش ماتريال باش يداوي به البشر ولا باش يمشي ينقذوه ولا باش عنده حاجة، الموك بتاع الدواء ما تمش، يعني الواحد يمشي يعدي بثلاثة ألاف فرنك ولا بخمسة ألاف يقيد ويخرج البرة يشري دواء عبارة بشارة طبيب عادي، فارماسي ما عندهم حتى شيء، عندهم زوز حرابش أدول وعندهم ممكن زريقة بتاع سخانة ذاك مواطنة من ولاية القيروان، مشيت نعدي على ساخة في المستشفى الجهوي الأغالبة، الحقيقة أقل حاجة نجم نقولوا على الشيء اللي غادي سوء تنظيف، اكتظاظ، عباد تستنى نهار كامل، عباد تجي المعتمديات الكل تعدي نهار كامل وهي تستنى باش يخلص لها الدورة نتاعها ماضي ساعتين وماضي ثلاثة وماضي ساعة ونص، عباد تبدا شكون عامل عملية على ساخة ولا راكي وهو يبدا يستنى نهار كامل باش يخلص الدور، جي تسأل حتى تقول له بالله راني ما نعرفش وين باش نقيد ولا مش ندخل ولا مش نعمل. كان هذا ميكرو تروتوار من اعداد زميلنا بليل ادريدي، راي المرضى اللي يمشيوا المستشفى من الجزر ولا الاغالبه في الخدمات الصحيه. اكيد فما حاجات في نطاق عملكم، فما حاجات خارج نطاق المسؤوليه نتاعكم فيما يتعلق بالتمويل او فيما يتعلق بالتجهيزات، ولو انه اي حاجه اذا حكينا فيها وحاولنا نلقاولها مقاربه وحل النجم نوصلوا واضح. بالنسبه للمشكل الاكتظاظ، شيء طبيعي جدا انه بعد معناها الفريناج اللي صار على اثر موجه الكوفيد، الفريناج هذا معناها التوقف الكبير اللي صار في انشطه العيادات الخارجيه تقريبا معناها المده تفوق العام، فهمتني؟ ماهوش مش يقع معناها فهمتني ولا لابسورباسيون تاعو في ظرف شهر ولا في شهرين، تراكم اعداد المرضى عندهم 1000 حق تو، معناها الاعداد الهائله والاعداد الكبيره نتاع المرضى اللي تتوافد على العيادات الخارجيه نتيجه معناها فهمتني ولا الفريناج نتيجه معناها توقف الخدمات الصحيه، توقف الخدمات الصحيه المبرمجه في فتره الكوفيد. شيء طبيعي كون الناس معناها باش الشكايات هذه من قبل نسمع، شيء طبيعي كون الناس معناها باش تقول لك راني نستنى الماضي ساعتين ولا نستنى الماضي ثلاثه، لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا كان معناها حمينا ربي من هالموجه الجديده معناها يقع استقطابها العباد هذه بشوي بشوي. ناهيك انه قسم العظام اللي تحكي عليه تو معناها تقريبا عنده شهرين طاقه الاستيعاب نتاعو اكثر من 100%، قسم الجراحه تقريبا اكثر من 100%، نتيجه هذا لابيل اللي صار نتيجه معناها اعاده معناها متابعة الحالات اللي كانت كلها مأجلة واللي أعدادها بالمئات نتيجة معناها الظرف اللي مر به المستشفى في مجابهة جائحة كوفيد. هذا الشيء اللي يفسر الاكتظاظ الرهيب ولا بعض المعاناة اللي يلقوها الأهالي بتاعنا في مستوى أقسام العيادات الخارجية. المعاملة حاجة والله من النقاط اللي والله واحدة كما تعرف الاكتظاظ يخلق شوية جو متاع توتر. نحن معناها في ولاية فيها ما يقارب 600,000 ساكن، ونحن المستشفى والحمد لله معناها يستقطب تقريبا حتى مرضى من الولايات المجاورة من سليانة أو من سيدي بوزيد أو من زغوان. المستشفى فيه 536 سرير، فيه 536 سرير، فيه ما يقارب 31 اختصاص، فيه ما يقارب 17 قسم جامعي، ثم عملية متاع تأهيل حتى بقية الأقسام الأخرى زادة باش تكون إن شاء الله معناها في موفى السنة القادمة جميع أقسام المستشفى جامعية مثلاً من خلال معناها الترقية العلمية معناها العديد الأطباء المشرفين على الأقسام، حيث معناها حصل معناها تقريبا عدد 7 معناها أطباء على غرار طب الأطفال على غرار طب الإنعاش على درجة معناها طبيب معناها مبرز، والدرجة هذه مش تمكنهم معناها من أنهم يحصلوا على
القدرة على تكوين معناها عديد الأطباء المقيمين متاعهم معاهم، وبالتالي معناها استنفار كفاءات طبية أخرى يقع استقطابها في مستشفى القيروان في القريب العاجل. قسم الأمراض النساء والتوليد تو فيه عملية توسعة مش تمثل معناها في زيادة عيادات خارجية، 4 مكاتب متاع عيادات خارجية تكون تابعة القسم هذا يلي. المشروع هذا مش يمكن زي كيف تكون توا وقع الشروط في صلب القسم في حد ذاته، في صلب قسم أمراض النساء والتوليد. القسم هذا كما تعرفوا يقبل في 13,000 مرأة سنويا، يشهد في عملية تقريبا 9,000 عملية توليد و 4,000 عملية أمراض نساء تقريبا سنويا. المشروع متاع تركيز العيادات الخارجية هذه مش يضمن معناها تقريبا المراقبة والمتابعة في ظروف طيبة، معناها مش يكونوا تابعين العيادات الخارجية العامة متاع المستشفى، مش تكون العيادات الخارجية معناها متاع قسم أمراض النساء والتوليد معناها تابعة قسم أمراض النساء والتوليد. وقع الشروع في عملية التهيئة هذه بتكلفة جملية قدرها 130,000 دينار. وقع الشروع فيها التهيئة 4 مكاتب للسادة الأطباء لمزاولة معناها العيادات الخارجية في أمراض النساء والتوليد في صلب القسم. العملية تنتهي الأشغال هذه والله إن شاء الله معناها في ظرف 3 أشهر تنتهي الأشغال متاعه. العملية هذه مش تتمكن معناها السيد رئيس القسم زاد كيف من انتداب معناها عديد الأطباء المقيمين معاه. علاش؟ معناها على خاطر معناها مش يضمن هو بالعملية متاع التهيئة هذه لظروف تكوين ما أحسن وظروف تأطير ما أحسن للأطباء هذا، ومش تكون لهم فرصة متاع تكوين وتكون القروان والمستشفى القروان والقسم التوليد فرصة متاع تأهيل. علاش ذكرت لك المثال هذا؟ لأنه مثال يحتذى، يعني لما تكون معناها العيادات الخارجية في القسم المرضى مهوش باش يحسوا بنفس الاكتظاظ اللي يمروا به كي يمروا بالعيادات الخارجية العامة، يعني مش تكون المتابعة أكثر معناها سريعة أكثر، مش تكون المتابعة لصيقة أكثر. هذا مثال يحتذى في قسم أمراض النساء والتوليد، فهمتني؟ معناها باش نقص ضغط زاد على قسم الاستعجالي يمشي مباشرة. هو قسم التوليد يتمتعب استعجالي تو وحده، الاستعجالي نتاعو معناها مستقل وحده، وبالإضافة إلى ذلك ثم تو مشروع بتكلفة نتاع 130,000 دينار يتمثل في تهيئة 4 مكاتب نتاع عيادات خارجية في القسم هذا. ذكرت المثال هذا لأنه معناها يبقى كما قلت لك معناها مثال طيب باش معناها تكون العيادات بتاعه مستقل، وفي إطار تأهيل القسم هذا باش يكون قطب معناها إن شاء الله إقليمي للقسم نتاع التوليد نتاعنا بالعمليات التوليد اللي يشهدها وبالكفاءات وبالإطارات الطبية اللي متواجدة فيه، إلى جانب معناها ما يعرف إن شاء الله معناها في القريب العاجل نتاع تجديد جميع آلات التعقيم اللي فيه بتكلفة تزيد على مليار إن شاء الله بإذن الله، فهمتني؟ هذا مثال ذكرته لك معناها وحل من الحلول اللي نجم معناها ينقص معناها من الضغط على العيادات الخارجية وينقص معناها من الاكتظاظ فيه. بالنسبة للتجهيزات مستشفى الجهوي والمستشفى الجامعي بالقروان في مستوى معناها ابن الجزار ولا الأغالبة، نقولها أنا 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 تقريبا مريت بعديد الولايات قبل التحاق بولاية القيروان، ما يتمتع به المستشفى هذا من تجهيزات، وما يتمتع به المستشفى من حظوة لدى المصالح المركزية بوزارة الصحة ولدى المصالح الجهوية، والله شيء يشرف. علاش؟ نعطيك مثال. نحن عندنا وعد من إدارة التجهيز بوزارة الصحة لتجهيز قسم العيون بمختلف التجهيزات اللي ناقصها من أباراي لازير، من فاكوماتر، من معناها في القريب العاجل إن شاء الله يقع معناها تجهيز المستشفى في قسم العيون للتلافي معناها التجهيزات اللي تأكلت وتقادمت في هذا القسم. معناها من هزوش ملف إلا ونلقاه إنه يحظى بالمتابعة الكافية. هو ينجم يكون مستشفى ابن الجزار خير من برشا مستشفيات. هو أنا متأكد اللي هو أنا متأكد اللي هو خير. فاش خير؟ خير من حيث الرصيد البشري الذهبي، نقولها بكل فخر بكل اعتزاز، مستوى الكفاءات الطبية، مستوى الموارد البشرية الموجودة في مستشفى الجامعي ابن الجزار في فروعه الثلاثة، في معناها في الفرع الطبي بالجزار، في الفرع الجراحي بالأغالبة، في الفرع متاع الأمراض النفسية، مستوى يشرف ياسر ومستوى ماهوش موجود في حتى سبيطارات، ويأهل المستشفى هذا أنه يكون معناها قطب من الأقطاب اللي معناها تشع حتى على المستوى إقليم الوسط كامل. وإن شاء الله بالمشروع الجديد معناها متاع مستشفى الملك سلمان إن شاء الله يرى النور عن قريب معناها في خلال سنة 2022، معناها خلال جويليه 2022 تنطلق الاشغال فيه، يكون ثم تكامل بين جميع الوحدات الصحيه المتواجده هذه في القيروان، وتكون تستقطب معناها المرضى من الجنوب ومن الوسط ومن الساحل، وتكون معناها فهمت ولا مناره صحيه موجوده في القيروان. بطبيعه الحال ثم بعض التجهيزات المتهالكه
ثم بعض التجهيزات المتقادمة، ثم استغلال مكثف ومكثف جدا العديد التجهيزات، فهمتني؟ هذا ما ننكروش. المتابعة معناها مع ممكن عندنا رصيد بشري، المتابعة ما عندناش تجهيزات، وهذا المتابعة مؤكد. قسم العيون ما فيش التجهيزات الكافية، قسم العيون فيه زوز أطباء مساعدين استشفائيين وطبيب لكن عندنا وعد بتجهيز العيادات الخارجية وتجهيز معناها غرفة العمليات معناها بمستشفى الأغالبة بأحسن وأرقى أنواع التجهيزات إن شاء الله يتنفذ عن قريب. نحن قاعدين في متابعة مع إدارة التجهيز بوزارة الصحة، ووعدتنا بمدنا بجميع التجهيزات عن قريب إن شاء الله بإذن الله. وقت اللي معناها نتحصل على التجهيزات هذه إن شاء الله. نتاع البرنامج سي محمد عليتنا باش تكون ضيفنا في الحلقة الجاية، نواصلوا الحديث على الوضعية والبنية التحتية نتاع مستشفى ابن الجزار ومستشفى الأغالبة، نحكيو فيه في الحلقة الجاية إن شاء الله. نحكيو إن شاء الله تحب نعطيك لمحة نعطيك معناها مازلنا باش أكيد نحكيو في الجزء الثاني من البرنامج على التجهيزات في مستشفى ابن الجزار، على المشاريع المتوقفة والمشاريع اللي يتم متابعتها. نرجع بأكثر تفاصيل أيضا حتى على الوضع الصحي في المستشفى تاع ابن الجزار والأغالبة. شكرا لكم ضيفنا اليوم في برنامج سياسة الصحة محمد علي الحمدي مدير مستشفى ابن الجزار. سياسة الصحة، التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسة الصحة.